نفى مسؤول أمريكي لشبكة CNN مشاركة قوات أمريكية في عملية تحرير محتجزين إسرائيليين في مخيم صيرات بوسط غزة، مؤكدا مشاركتها فقط في جمع المعلومات دون أي وجود قوات على الأرض. من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في تصريحات للحدث مشاركة أي قوات أمريكية في العملية، مؤكدا على وجود تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل. الاستخبارات، نعم، الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء آخرون يتشاطرون المعلومات الاستخباراتية كل يوم مع حلفائنا، ونقوم بهذا الأمر بصورة يومية. إذن الاستخبارات هي مسألة مستمرة بصورة يومية ضد حماس العدو. لا، لم يكن هناك أي قوات أمريكية على الإطلاق، فقط قوات إسرائيلية. الاستخبارات الخاصة بهذه العملية كانت مبنية على مجموعة واسعة من المصادر الاستخباراتية، لكن الاستخبارات الأساسية لهذه العملية تخصنا، وسوف نقوم بإثبات فعاليتها من أجل شن المزيد من العمليات قدر الحاجة، لكننا سوف نقوم باتخاذ القرار عندما ندرك بأنه لدينا الميزة، وعندها سوف نظهر ما لدينا. يحيى السنوار ومحمد الضيف، سوف نقوم بمطاردتهم وملاحقتهم قد مهما استغرق الأمر، وسوف نقوم بالقبض عليهم، وسوف نقوم بالقبض على كل شخص كان مسؤولا عن أحداث 7 أكتوبر. سوف نقوم بمطاردتهم والقبض عليهم. اليوم لم نقتل محمد الضيف، لكننا سوف نصل إليه. كلا، هذه أكاذيب، هذا غير صحيح. عندما نقوم بقتل محمد الضيف وعندما يكون هدفا لنا سوف نخبركم، سوف نقوم بالإدلاء بالحقيقة. هذه العملية والهدف الأساسي منها كان هو تحرير المختطفين، هذه هي المهمة الرئيسية.